تعال نروح للحاجه اللي جايه. اتفضل. ماشي اتفضل. لا مستني. يبقى هنا ركله جزاء مع عاشور، الايد الشد موجود او الدفع موجود والقدم في القدم. اللعبه دي يا جماعه عاوز بس نقف عندها شويه، وده هدف بيراميدز، الهدف الثاني. فجري لاكاي. هنيجي لحظه. فجري لاكاي كان في موقف تسلل امام الشناوي. لا ده بيشرب. كابتن عادل انت كنت مهاجم؟ طيب هذا اللاعب اللي هو في موقف تسلل اللي هم قدام الشناوي، تمام؟ لا واحده واحده من فضلك لو سمحت، معلش سامحني عشان نوضح ليه هنا في مخالفه. هنا ده موجود في موقف تسلل ولا لا يا كابتن ايمن؟ كابتن عادل موجود ولا لا؟ تمام. حلو. اللاعب دوت في عرف التسلل. مظبوط. اذا هنا تداخل، ومعنى التداخل ايه هو؟ اللي هو تواجد، تاثير على حارس المرمى او منع حارس المرمى من القدره على اللعب. تداخل في اللعب، يا اما يلعب يا يلمس، تداخل مع نفسه، يا اما ياثر على قدره المنافس او يحجب الكره عن المنافس. وهنا نشوف هو عمل ايه. شوف الطلوع بس. خلينا الشناوي كابتن، هذا اللاعب اللي في موقف تسلل هنا تداخل في اللعب او تداخل مع المنافس، اسف، وهنا بيقول هنا كان يجب في التاثير، كان يجب على الفار ايضا هذا الهدف تتم مراجعته، لان ده هدف تسلل. هنا المهاجم في موقف تسلل ثم تدخل مع المنافس بايه؟ بانه اثر على قدره المنافس على اللعب. تاني يا كابتن نجيب الشناوي، هنا الشناوي ثبت ليه؟ نشوف هنا ثبت ازاي. لا الراجل ده في موقف تسلل راح ثم طلع وبس. هذه الحركه كابتن تعمل ايه؟ تعمل تاثر على قدره المنافس. دي فين يا كابتن؟ دي عشان بس نعرف الناس يا جماعه، دي في الستة ياردة. تفرق لو التاثير ده من بره منطقه الستة ياردة، ولكن هنا في الستة ياردة تاثير على المنافس هدف. وجهه نظري هدف كان لابد ان الفار يراجع، بس برضه ده الفار برضه لازم يراجع، لازم يجيب الحكم. الحكم هو اللي يقول بقى هل اللاعب اثر ولا ما اثرش. ولكن هنا الحكم احتسب إيه؟